يا السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ هانيين. عرفنا راسنا، خبرنا عليكم الدراري، ولكن راك شفتوا هذا الشيء ديال الحجر الصحي. المهم ما عليناش الاخوان، الفيديو هذا جيت اليوم نهضر لكم على واحد الميساج جاوني بزاف الاخوان، تقريبا واحد 70 ولا 80 ميساج اللي فيهم الاسئله على جلوفو. الناس باغا تعرف كيف السيستم ديال الخدمه في جلوفو. اليوم جا نختصر لكم الدراري بهذا الفيديو هذا ونقول لكم شنو كاين. المهم ما عليناش الدراري، عندك اخويا موطور وبغيتي ترزق على الله، صوب واحد السي في ياك، دير فيه ديك المعلومات اللي عندك ياك، سير تبع اخويا الشركه ديال جلوفو. غنقول لكم بالضبط فين كاينه الدراري، كاينه حدا الستيام ديال درب غلف. اللي عارف الستيام ديال درب غلف راه غادي تمشي لدرب غلف تسول على الستيام تمايا، لاجونس ديالهم راه كاينه لاجونس ديال جلوفو ملاصقه معاهم حداهم حتى هما، راه مكتوب فيها اللوغو ديال جلوفو كبيره. المهم ما عليناش، ملي كتبع لهم اخويا السي في كيعيطوا لك ياك، ملي كيعيطوا لك اخويا كيقول لك جيب لنا ورقه ديال اربعه ديال الحوايج تقريبا، كاين ورقه ديال المقاول الذاتي، وكاينه حسن السيره ياك ما تكون مدوز لا مشاكل لا والو، وكاينه سيدي عاوتاني كاين وكاين الريف ديال البنكه ياك، وكاين الورق ديال الموطور، اربعه ديال الحوايج كيف قلت لكم الدراري. خلينا مغنى تخرجوا السداري على الدراري، خلينا في الزناقي باش نحاولوا تسمعونا الدراري. كيف قلت لكم الاخوان كاين اربعه الحوايج، مقاول ذاتي، حسن السيره، الريف ديال البنكه ديال الكونفينيس تاع الفلوس، والورق ديال الموطور. ما عليناش، ملي كتقيد ملي كتعطيهم اخويا هاد الوراق هادو، اول حاجه قلت لك كتدفع السي في هكا، كيعيطوا لك كيقول لك اشنو تجيب لينا، راه قلت لكم الوراق اللي خصكم تجيبو ياك. من بعد ملي كتجيب لهم دوك الوراق كيديروك واحد ساعتين في فورماسيون، كيجمعوا تقريبا كيجمعوا 20 دري بحال هكاك، 20 واحد حتى 30 واحد بحال هكاك، كيدخلوا لكم لواحد القاعه ياك، كيدير لكم واحد البلازما وكيبداو يشرحوا لكم السيستم ديال الخدمه، كيدير لكم واحد فورماسيون تقريبا فيها ساعتين ديال المكانه. انت اخويا دابا ملي كدير فورماسيون ياك كيعطيك واحد البوكس، واحد البوكس كديرها في الموتور صفراء ديك الشكاره، ولا ديرها في الدار كل واحد كيفاش كيرتاح كيفاش كيخدم بها، هذيك البوكسه هي اللي كتخدم بها ياك. وبالنسبه للتراجيات الخدمه السيستم كيفاش داير نقدر نشرح لكم واحد شويه، حيت هو راه داكشي خصك دوز فورماسيون فيها واحد ساعتين يلاه باش تفهم داكشي. انا نحاول نبسط لكم الخدمه، الصالير ما كاينش فيكس ياك، على حسب السوايع كتعمر انت السوايع ياك، السوايع اللي بغيتي، يعني تقدر تخدم في النهار ساعتين ثلاثه سوايع اربعه خمسه سته، يعني شحال ما بغيتي. وتقدر تخدم مثلا هاد السيمانه تخدم فيها، ما بغيتيش تخدم ما تخدمش، يعني بحال قلتي حر، يعني ما كتسماش خدام عند جلوفو، عندك ورقه ديال المقاول الذاتي يعني بحال انت خدام الراس، فهمتي؟ يعني تخدم فوقاش ما بغيتي، الله يجعل داك الشهر كامل تخدم فيه غير نهار واحد، ولا كاع ما تخدموش، المهم بعدا كتخدم في الوقت اللي بغيتي. والخلاص راه ماشي الساعه الدراري، مثلا الا عمرتي الساعه بحال هكا، عمرتي شي ساعه مثلا من الوحده 12 باغي تخدم فيها، كيجيوك لي كوموند كتخلص على دوك لي كوموند، حل معايا راسك اخويا، كتخلص على لي كوموند ماشي على السوايع، ودوك لي كوموند على حساب التراجي، يعني على حساب الطريق واش بعيده ولا قريبه. نقدر نقول لكم واحد الحاجه، كاين السيدي كاين ديبار ب 4 دراهم، يعني كديروا الديبار اون فوا كتجي كوموند، ديبار 4 دراهم فاصلة 20 ياك، والمسافة الكيلومتراج كيحسبوا لك درهم فاصلة 20 الكيلومتر، كاين كوموند كضربها ب 6 دراهم، كاين 7 دراهم، كاين 8 على حسب الطراف، كاين 10، كاين اللي كيضرب كوموند ب 40 درهم، مثلا من عين السبع للولفة راه كاين تراجي طويلة ياك، تقدر تخلص عليها تقدر تاخذ فيها 40 درهم 30 درهم، وعاد لي بوفوار من عند كليان، هذا يعطيك 5 دراهم، هذا 20 درهم، هذا 10 دراهم، يعني كل واحد شحال يقدر يعطيك، كاين اللي يقول لك ميرسي، كاين اللي يقول لك الله يرحم الوالدين، ماشي مشكل، المهم بعدا انت راك مخلص في لا كوموند ديالك، هذاك غير البوفوار غير كيكون زايد. ايوا هادشي اللي كاين الدراري، ما عرف واش كاينه شي حاجه اخرى، نشوفوا عاوتاني واش كاينه شي حاجه اخرى، فرو مزيان،
بالنسبه للكاسك وداك الماتيريال بحال كيعطيك واحد كابيتشو وامبيرميابل ديال الماء وليغون ديال اليدين واحد الساكادو ديال البنان. هذوك اخويا حتى كتزاد في لانوت ديالك حيت كيكون عندك واحد البلاصه فيها لي نوت ياك وكيكون فيها لي فوت ديال الكليان. ديك لانوت كتطلع باش كتطلع كتطلع بهذاك التصويت ديال الكليان لي فوت ديال الكليان وعدد لي كوموند اللي كتضرب حتى هما كيطلعوا لك لانوت ياك. التعامل ديالك مع لابليكاسيون يعني الا عمرتي شي ساعه مثلا وخدمتيها راه كتزاد لانوت، اما الا عمرتي شي ساعه وما خدمتيهاش كتضرب بالاحمر، ديك الساعه كتكون خضره كيضربوها لك بالاحمر يعني راك ما خدمتيهاش كتهبط لك لانوت اخويا. ولا كان مثلا شي كليان دار لك ديزلايك حيت كاين الكليان اللي كتليفري كيعطيو جوج احتمالات، واش هذا الكليان واش هذا الليفرور واش مزيان كيعطيو يدير جيم، ولا هذا الليفرور ما مزيانش كيعطيو ديزلايك. الا مشات دار لك اخويا ديزلايك راه كطيح لك لانوت. ولا عاوتاني كاينين عاوتاني كاين واحد السوايع كيتسموا فور دومون كيكون فيهم واحد دوك السوايع كيكون فيهم واحد بحال الجوهره كتكون دوك السوايع يعني كيقول لك زعما راه كيكونوا فيهم الخدمه بزاف مثلا ما بين 12 و2 ديك ساعتين كتكون فور دومون يعني كل ما عمرتي دوك السوايع ديال فور دومون كطلع لك عاوتاني لانوط. علاش؟ حيت كتكون الخدمه بزاف فهمتي انا الدراري. ايوا هادشي اللي كاين الاخوان الا عجبكم الدراري الفيديو ما تنساوش ديروا لنا جيم، وخويا الا شفت فيديو سواء عندك موطور ولا ما عندكش حاول تبارطاجي مع الدراري اللي عندهم الموطور ياك. ولا لقيت تفاعل الدراري في هذا الفيديو هذا راه الفيديو الجاي ان شاء الله نوريكم شركه اخرى، والفيديو اللي موراه حتى هو نوريكم شركه اخرى حيت كازا فيها بزاف ديال الشركات كيديروا لي فريزون، ونحاول الدراري نشرح لكم كيفاش الخدمه وهذه. المهم غير دعمونا الاخوان تابوناو في لاشين وفرقعوا لي داك الجيم هادشي اللي كاين الدراري. دخلوا لاباج ديالي لتحت راه كاينه لاباج تواصلوا معايا اللي بغى يتواصل معايا الدراري انستغرام ان شاء الله قريب نحطوا لكم في لاشين. المهم دخلوا عندي لاباج ديالي راه تقاول تحت امين فلوغ ياك. واللي بغى سيبورت القناه اللي بغى يدعم القناه راه كاين الرابط ديال بايبل، ولا بغيتوا تنضموا لنا سميتو الباج الجروب فيسبوك غتلقاو لتحت كل جروب ديال عشاق الدراجات الناريه راه تقريبا فيه 8000 واحد كاين واحد التفاعل اللي جميل بزاف. من هذا المنبر كنبغي نشكر الدراري كاملين الدراري اللي كيعطيو معلومات للدراري الجداد اللي داخلين عندنا في الجروب. كنشكركم الدراري كاملين ولاي واحد عنده القناه ديال المطار متعلقه بهادشي ديال المطار السفر فهمتيني اصلاح الدراجات الناريه. المهم بعد اي حاجه باج فيسبوك او قناه كتعلق بالدراجات الناريه دخل اخويا الجروب حطها مرحبا بك اخويا. راه ماشي غير انا اللي كنحط راه كاع الدراري تقريبا انا طالق الجروب بيبليك اي واحد يمكن ليه يحط يعني ماشي كنتسنى حتى كنأكسبت داك البيبليسيتي ديالك مثلا انت كتحط لا بيبليسيتي ديالك عاد كنتسنى انا بحال شي جروب باش كيأكسبت هذاك الشيء اللي بغا يقدر يحط ديالو هو ويخليه ديالك انت تدوز شي يومين عادي أكسبتها. اش فهمتي اخويا انا طالع عليكم داك الشيء ليبر زي اخويا لحتي الفيديو ديك الساعه دخل ديك الساعه حطها عندي في الجروب ما كاينش اللي يحبسك اخويا سواء باس سواء فيديو سواء يوتيوب سواء انستغرام ديالك اي حاجه المهم اذا كتعلق بالدراجات الناريه دخل اخويا حطها. مرحبا بك اخويا في العائله ديالنا كبيره في عشاق الدراجات الناريه. وهذه هي الدراري اللي ما عرفتش امين فلوغ راه هذه هي اللي كنت سافرت بها الدراري درت بها اكادير في شهر 7 2019 ودرت بها طانطان كازا طانطان من في شهر 3 الاخوان وان شاء الله باقي نجي الرحلات اخرين. نتمنى والله يرفع علينا هذا الوباء هذا ويطلقوا لنا الحدود كيف كيقولوا يطلقوا لنا الطرقات وديك الساعه ان شاء الله ما كاين غير الشانطه الدراري وشعارنا الاخوان طانطان درب سلطان. قال معاكم امين فلوغ تهلاو لي براسكم.